هنطلع في الفيديو دوت رحلة تخيلية في المستقبل البعيد جدا، حوالي مليار سنة من دلوقت. يا ترى الكون وكوكب الأرض والبشر هيحصل لهم إيه؟ تعالوا نعرف مع بعض. هنبدأ بعد 10,000 سنة تقريبا. جميع أنظمة الكمبيوتر في العالم هتواجه مشكلة الـ Y10K، واللي هتحصل بسبب إن جميع برامج وأنظمة الكمبيوتر من دلوقتي ولحد سنة 9999 ميلادية هتكون ما زالت بتحفظ وتخزن البيانات تبعا للتقويم الميلادي المكون من 4 أعداد بس، ونتيجة لكده مش هيتم حفظ أي بيانات أو تواريخ بحلول عام 10,000. وبالإضافة لكده لو استمرت نظم المواصلات والسفر حول العالم بنفس معدلها الحالي، مش هتتركز الأجناس البشرية على حسب لون البشرة والجلد والشعر في قارات معينة زي ما هو الوضع دلوقت. العلماء بيتوقعوا أن الأجناس المختلفة هتتوزع بالتساوي على جميع قارات العالم. وبعد 20,000 سنة من دلوقت اللغات المستقبلية هتحتوي على 1% فقط من الكلمات المستخدمة في اللغات الموجودة حاليا، وده معناه ان اللغات المستخدمة دلوقتي مش هتبقى مفهومة للبشر المستقبليين. بعد 50,000 سنة كوكب الأرض هيدخل في عصر جليدي جديد على الرغم من ظاهرة الاحتباس الحراري اللي متأثر بها دلوقت، وكمان هيزيد اليوم على كوكب الأرض بمقدار ثانية واحدة. وبعد 100,000 سنة تجمعات النجوم اللي بنشوفها في السماء دلوقتي هيختلف شكلها تماما عما هو عليه، والـ100,000 سنة دول هما نفس المدة الزمنية اللي بيعتقد العلماء انها مطلوبة لتحويل كوكب المريخ الى كوكب صالح لحياة البشر. بعد 250,000 سنة هيصعد بركان لويهي فوق سطح المحيط وهيكون جزيرة جديدة ضمن سلسلة جزر هاواي. بعد 500,000 سنة بيرجح العلماء ان الارض ممكن تتعرض لضربة من نيزك قطره بيصل الى 1 كيلومتر، إلا إذا تمكن البشر في الوقت ده من تغيير مساره بوسيلة تكنولوجية. بعد 1,000,000 سنة يحتمل أن تشهد الأرض ثوران بركان هائل هينتج عنه كمية تبلغ 3200 كيلومتر مكعب من الرماد، وده حدث مشابه لثوران بركان توبا اللي حصل من 70,000 سنة مضت وتسبب في قتل عدد هائل من البشر، لدرجة إن عدد البشر في جميع كوكب الأرض وصل حوالي 3000 شخص فقط. وفي نفس الفترة الزمنية دي من المتوقع إن نجم الجوزاء هينفجر، وهيكون من السهل جدا ملاحظة الانفجار ده من كوكب الأرض حتى في ساعة النهار. بعد 10,000,000 سنة هينفصل جزء ضخم من شرق قارة أفريقيا، وهيتكون حوض المحيط الهندي داخل الفراغ الجديد ده، وده هيخلي قارة أفريقيا منقسمة إلى كتلتين من اليابسة. بعد 50,000,000 سنة القمر فوبوس وهو أحد أقمار المريخ هيفقد مداره وهيصطدم بسطح الكوكب وهيسبب دمار هائل هناك. وعلى كوكب الأرض هيتحرك الجزء المتبقي من قارة أفريقيا ناحية جنوب أوروبا وغرب أسيا، وهيلتحم معاها وهيختفي البحر المتوسط للأبد. ونتيجة الالتحام ده هتتكون سلسلة جبال ضخمة هيتجاوز ارتفاعها ارتفاع جبل إيفرست. بعد 80,000,000 سنة هتغرق جزر هاواي بالكامل وهتختفي تحت المحيط. وبعد 100,000,000 سنة من المحتمل أن تتعرض الأرض لضربة من نيزك قطره يصل إلى 10 كيلومتر، في حدث مشابه للحدث اللي بيعتقد العلماء انه سبب انقراض الديناصورات من 66,000,000 سنة مضت، وده برضو الا اذا تمكن البشر من تغيير مسار بوسيلة تكنولوجية زي ما قلنا قبل كده. وفي نفس الفترة الزمنية دي هتختفي الحلقات الموجودة حوالين كوكب زحل. وبعد 240,000,000 سنة كوكب الارض هيكون كمل دورة كاملة حوالين مركز المجرة. بعد 250,000,000 سنة هتلتحم جميع قارات العالم مع بعضها وهتكون قارة واحدة ضخمة اسمها بانجيا ألتما، وهيكون شكلها قريب من الشكل ده. لكن بعد من 400 إلى 500,000,000 سنة هتنفصل القارات دي مرة تانية. بعد 500 إلى 600,000,000 سنة بيتوقع العلماء انه هيحصل انفجار مفاجئ لأشعة جاما على بعد 6,500 سنة ضوئية تقريبا من كوكب الأرض، ولو حظنا سيء وكنا في مسار الشعاع في الوقت ده فالشعاع ده هيدمر طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، مما يسبب انقراض عدد ضخم من الأحياء على كوكب الأرض. بعد 600,000,000 سنة هيبتعد القمر مسافة كبيرة عن الأرض، وده معناه إن الكسوف الكلي للشمس مش هيحصل أبدا بعد التاريخ ده. وفي نفس الفترة دي هيتسبب ازدياد درجة سطوع الشمس في تغيرات جوهرية على كوكب الأرض، هتتوقف تحركات القشرة الأرضية وهتقل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي مش هتقدر النباتات تقوم بعملية التمثيل الضوئي لتصنيع غذائها، وده معناه إن ما يقرب من 99% من النباتات الموجودة حاليا هتموت. بعد 800,000,000 سنة هتنقرض جميع أشكال الحياة المعقدة على كوكب الأرض نتيجة نقص غاز الأكسجين بسبب موت النباتات وبسبب نقص غاز الأوزون في الغلاف الجوي.
وأخيرا وبعد مليار سنة من دلوقت هتزيد درجة سطوع الشمس 10% عما هي عليه دلوقتي، وده هيخلي متوسط درجة الحرارة على كوكب الأرض ترتفع لحد ما توصل لدرجة 47 درجة مئوية، وده هيتسبب في تبخر البحار والمحيطات، وهتتركز المية بس في القطب الجنوبي والقطب الشمالي، مما يرجح ان اشكال الحياة ان وجدت هتتركز حوالين المنطقتين دول بس دونا عن باقي كوكب الارض. طيب نرجع بقى تاني للزمن الجميل بتاعنا يا جماعة. الحمد لله على السلامة وصلنا. طيب انا شخصيا بعتقد ان جايز يكون العلماء مبالغين يعني في تحديد ارقام معينه وفي كيفيه انتهاء الحياه على الارض، يعني هو الحقيقه جايز تكون الكيفيه زي ما ذكر في الفيديو مفيش مشكله، لكن التوقيت والمسببات اكيد العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. في النهايه لو عجبكم الفيديو اضغطوا شير وشاركوه مع اصحابكم، وما تنسوش اللايك، واللي مش مشترك في القناه اهلا بيك نورتنا، واشوفكم الفيديو الجاي.